قال لي بابا كان كيعيد ويسبع الناس في القصبة، حنا كاريين في المصلى، العيد كيدخل حوله بالليل باش مش ممتاز. واحد اللي ما عايش يعطيه وما عندوش يعطيه. من مولد حتى سبع المولد كنا كنعملوا ليالي متتاليه، فيها احمد شاه، فيها عيساوى، فيها الامدح النبويه، لان الانطلاقه ديالنا كامله كانت من الزوايا، والزوايا هي الاصل للفنان، ولا ما كانش الانسان مقاد في الزوايا ما يعرفش الفن. الانسان كيصلي الصلاه ديالو كيذكر الله، ما كيذكر الله في الخدمه ديالو، الخدمه اللي كيكون عنده الوقت فراغ في الطرب وفي الذكر ولا الرياضه. الا ما قلناش كنعاونوا الناس غنوصلوا ما نوصلوش. انت تحس بيا ولا نحس بك؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوني اخواتي، انا احمد الحمام من مواليد مدينه طنجه عام 1956. هذه المدينه العتيقه عاشوا فيها الاجداد ديالنا، عندهم تقريبا 461 عام هنا، وجدنا راه معروف القائد المجاهد عبد الله الحمامي التمساماني الريفي، الوالدة تمسامانية والوالد الحمام تمساماني. الطفولة ديالي ملي كنت انا باقي صغير عشت في دار جدي القصبة المدينة القديمة، كان كيجي المولد سبع المولد، من مولد حتى سبع المولد كنا كنعملو ليالي متتالية، فيها احمد شاه، فيها عيساوى، فيها الامدح النبوية. من جملة هاد الليالي هادي كانوا فيها الله، وكانوا الذاكرين السامحين العابدين، كانوا الناس الصوفية الله معروفين من المادحين، كانوا جلة المادح اللي عشت معاهم من الطفولة ديالي، هو سي محمد بوكماخ، سي عبد السلام الشاوني، مصطفى خنينة سنية، سي عبد القادر البوردي، سي أحمد المدن، سي محمد تمسامي اللي كان باقي في العيال الشباب ديالو، سي محمد بن عجيبة خالد الوالد ديالي من الأم من هادي من باباه. كنا كنجوزو ليالي باقي صغار، ومن ديك الانطلاقة بقينا في الأمدح والأذكار، صغرت في هاديك الموروث هذاك، لأن الانطلاقة ديالنا كاملة كانت من الزوايا، والزوايا هي الأصل للفنان، ولا ما كانش الإنسان مقاد في الزوايا ما يعرفش الفن. كانت عندي ديك الساعة 19-18 عام، الإنسان كيصلي الصلاة ديالو كيذكر الله، ما كيذكر الله في الخدمة ديالو، الخدمة اللي كيكون عنده الوقت فراغ في الطرب وفي الذكر ولا الرياضة. أبا الصراي قد جاوزت قدري بمدحك بل أنني ابتسابا، زعموني أحب عندا وميلا، قد أتى الزاعمون شيئا ثريا، ما لهم دين ولا لفؤاد امرئ أحب النبي. كنشمعو كنجلسو كنذكرو، هذا كنعملو القرآن، قراءة القرآن، كنعملو دليل الخيرات، مع دليل الخيرات كنا كنعملو البردة والهمزية، البردة والهمزية كنعملو الصنايع، كتبدا بالأمدح، رجال وحدهم ونساء وحدهم، كنكملو حنايا عاوتاني كنبيت لي فيه النساء عاوتاني كيبداو يذكرو بالحضرة مدينة طنجة. ما غاتكونش كليسه القهوه كنلقاو شحال في الصاح كنلقاو جدادي، وكانت عاود مره كان كيجمعنا مسكين هذا السي محمد العربي العوام اللي عنده الفيلا في الحافه، كان كيشري لنا لوكيلي وكذا، راه معروفين الناس اللي كانوا كيجلسوا، كتكون ديك الساعه ليالي كيجيو الموالع من المغرب كامل، حنا صغاري كنجلسوا معاهم وكنا كنحفظوا من هنا لهنا لهنا. جا محمد العربي المغرب كان كيسمع لنا القهوه المسكسر، كيسمع لنا السيد اللي تقول لي نسيت ما قلت لكم شي بوحان تيت مسكين، كان عنده النادي في كايي تيطوان، النادي في كايي تيطوان كنا عاد كنجلسو تما وكندربو تما. مع تعب محمد العربي المرابط رجعو في الطلعه ديال القصبه، جاو قصير برئاسه محمد العربي المرابط الله يرحمه، هذاك الرجل الفضل ديالو هو اللي نشر الطرب الاندلسي، تعلموا على يدو بزاف ديال الاخوان، ومنهم بزاف ديال المعلميه، ومنهم كانوا معنا الناس ومنشدين السوداس سي عبد السلام الشاوني، سي محمد العربي تمساماني المهدي، و بن عجيبه، و سي عبد السلام الخياط بوخوزه، فهمتي هادو الناس كانوا كنا كنطربو كنحفظو صنائع، بدات الانطلاقه من تما بدات داخله فينا الولاعة الموسيقى، وكان ديك الساعة الجمال الجميل، كانت كتبر الناس كتمنى ياخو
كتعرفوا كيفاه ما كتفهموا حتى دابا بصوت متوفر على الموسيقى وكذا ما بقيناش كنعرفوا الموسيقى من الموسيقى فهمتي ودابا انا كنشوف اوتو شاب الحمد لله طالعه منو مات سعيد بن القاضي سعد التمساماني زعما راه عاملين شي هادي عاملين زعما واحد عاملين مدرسه وعاملين عاود واحد الشاب ايوا الشاب عاود تاهو وعطا هادو هادو الشباب انا كنتمنى التوفيق والمزيد من العطاء لان عاملين مدرسه وعاملين تداريب كدربوا على يدهم اطفال والحمد لله اليوم كنشوف بنات كنشوف اولاد كيستشروا معنا في هذا الشيء وكذا تصبحوا هما مولوعي ها هي بلا ما سبع المولود ولا هذه كتصبحوا الناس مولوعي لا هم كنقارب هذا الشيء يعني نقارب فعلا لان هذا سلام عن خلف ما يمكنش نقارب لان هذا الشيء موروث في الدم انا واحد السيد حد صوفيق قال لي واحد المقوله ما عمري سمعتها قال لي يا سي حماد انا نقول لك شي حاجه على الوالد ديالك عمرك ما سمعت قلت له الحاج هضر تكلم قال لي بابا كان كيعيد ويسبع الناس في القصبه حنا كاريين في المصلى والاجداد ديالنا انا قلت لك حبسوا اراضي هنايا وحبسوا بزاف منهم انا قلت لك قائد المجاهد عبد الله الحمام بن تمساماني الريفي وعملوا خير وحنا قلت للوالد اجي انت قلت لك كتسبع الناس في القصبه قال لي وليدي هذاك وقت اخر الناس كانت كتعمل الخير للاخيره ماشي للدنيا وما غيموتوا تصور الوالد كيحكي لي قال لك كيجي الجلابه جوج القفاف تحت الجلاب باش ماشي التباهي باش يصبر ديك التصاري دور مع الناس بساكن اللي في القصبه عطينا هذا ونهذا 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 العيد كي دخل حوالا بالليل باش مش حتى شي واحد اللي ما عايش يعطيه وما عندوش يعطيه فهمتي وعاد كانوا كيعملوا دابا بحال دابا في الاعياد هذا عطي ما عطيه سكسو هذا عطيه كيعملوا ديك الفقاقص كيعملوا ديك القفافل كيعملوا المسائد الحال والرغايه في التسريد ديك الماكولات اللي كانت طنجاويه مشهوره في الاعياد والافراح وباش كيحسوا الناس بالمدينه ما ناقصينش كتعمل الخير على الوالد كيحكي لي الصور ديالو قال لي كان كيبطل مرسى كيخدم القب معمر عنده بالفلوس امي كتعمل 18 خدم في الترسان خدم في هادي خدم في المسائل الملاحه في البحر كيطلع الفلوس كيبقى شهر ينفق فيهم يعطيه هذا وهذا وهذا كيجي القاود الرقاصه هادي المدينه معروفه هادي قديمه تما يخلص على هذا ويعطيه هذا ويعطيه هذا وتصبح على الناس ديالنا كانوا هنايا دابا انا كنهضر على النفس ديالي النفس ديالي انت باقي اللي كيعرفك لان حنا جدنا وكف على هذه المدينه وكارير ما عندناش استفاده تم 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 السكن وعندي جد خوتي مراتين تي كابي مونتال عندي يعني سو عبد اللطيف دابا هذا باغي استفاده شحال الحوانت استفدوا من الناس برانيين ودابا انا ميدي ما عنديش استفاده انا اول واحد خصني نكون مستفد لاني عندي جد خوتي مراتين غير اختي هذه انيسه كتدي لنا 1500 درهم بالتوا ديالها تي كابي مونتال وعندها السكر عبد اللطيف عنده شي لي بول في الدات ديالو وعاد عنده ديبريسيون تا هو عايش مسكن عنده مباوه اللي كنقولوا حنا باللغه العربيه الدارجه كامل حتى حنا كنبيعوا شريخته انا كنبيع بائع متجول كامل قصح وبعد النوبه انا ما كنجبر ما ندي الدار ونقول لك نكذب عليك هذا منين كنطلب الله سبحانه وتعالى هاد الفتره هادي تكوز ويحن علينا الله سبحانه وتعالى وفي هاد الفتره هادي من اللي قالوا العجله ما شاب شويه بشويه على حساب الوباء العالم كامل مضر ماشي غير حنايا هاد الوباء ضر العالم اقتصاد عالمي حنا الحمد لله باقي كنخرجوا وكندوروا وكنمشيو للسوق راه كاين ناس عندها الحصر ديال الوباء هاد الفضل هذا كيرجع للوجود ديال الملك ديالنا ديال وين اطر الصحه صراحه هي يعني. دابا حنايا حنا دابا ماشي انطلاقه شويه بشويه دابا حنا كبيعه وشرعيه انا كنهضر ماشي على طنجة على المغرب كامل خصنا نكونوا هايدا كيفاش هايدا انت عندك دابا عندك الفندق عندك الفندق كتقري دابا نقولوا البيت 300 درهم كري 150 درهم نعملوا السلاحة مغربية ونعملوا مطاعم نطيحوا في الأثمنة ديال المطاعم ونطيحوا في الأثمنة ديال المقاهي ونوض المسارات ونوض النقل وكذا باش السائح ملي غيجي العجلة كدور والاقتصاد الحمد لله ديال المغرب كيدور وانطلاقة خدامة والرواج غيوقع تينا كتكري له البيت 300 درهم كتقول لي الازمه كندخل عندك ناكل عندك فريتوره ب 200 درهم كتقول لي الازمه وانت خصك تطيح الثمن اللي كيبيع الفواكه خصو يطيح الثمن اللي كيبيع اللحوم الثمن ها
وشوفوا هذاك اللي كيجيب اللحم بعيده بالنقص ويتيح الثمن، ومي غيتيح الثمن غتبقى انطلاقه. اذا كل مدن في المغرب غيوقع فيها الرواج الحمد لله، وغتوقع السياحه مدينه طنجه والشاون وتطوان والرباط وكازا ومراكش مدن كامله. علاش؟ قال ترانسبور شحال غديني قدا وقدا، هذا رخيص نمشي العائله ديالي كامله. ايوا دابا غنمشي انا لاسبانيا، نمشي لبلادي القنصله كيخلوا بلادهم كيجيو لنا يشوفوا السياحه. غنمشي نزور زاكورا، نمشي للاطلس، نمشي لكاكاد، نمشي لتيزنيت، نمشي لتافرا. الا ما قلناش كنعاونوا راسنا غنوصلوا، ما نوصلوش. انت تحس بيا وانا نحس بيك، اذا انت عندك تجيب عامر غتحس بيا انا غتحس بيا، اذا خصنا نحسوا بعضنا. حنا الوالدين ديالنا اللي قلتي هذا الكلام صح، الاجداد ديالنا كانوا كيحسوا بالناس. انا قلت لك الوالد كان كيخرج مسكين ويعطيني الناس هذه كيحسوا ببعضهم. حنا دابا ساكنين في وسط في المصلى في الحي كدا، ما كان اللي كيموت ما كنعرفوش شكون مات، اللي مريض ما كنعرفوش شكون اللي مريض. السبع علاش ما كاينش اللي تساقط وتراحم، هذا يطلع على هذا يشوف هذا، هذه قبل الجائحه ما كايناش. ما دابا هذه واحد اللحظه، لان جائحه الانسان خصنا نصوروا الحمد لله تيفرج علينا الله سبحانه وتعالى. بحال كنقول لك الانسان خصو يطلع. كاين عندنا ناس في الاحياء جايزه فيهم الصداقه وهم ولاد البلاد. انا كنتمنى بالنسبه للمدينه العتيقه تزدهر ترجع احسن من اللي كانت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.